ازيكم يا مواليد برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقع برج الدلو اليوم الاحد 8 مايو ايار 2022. توقعات العشرة الاولى مواليد 20 يناير ل 30 يناير. مواقف كتيرة جدا صعبة بتواجهك، هتقابلك تحديات كتيرة بصورة تعتبر متكررة اكتر بشكل يعتبر غير عادي في اليوم ده، هتسبب ليك كتير من الضغوط بسببها. لازم تبقى بتبتعد اكتر عن كل الطرق دي بدل من انك تتحمل مسؤولية كل حاجة. ممكن تبقى بيساعدك النهاردة توفر طاقتك اكتر للحاجات اللي بتعتبر مهمة جدا، خاصة في الشغل النهاردة لازم تبقى بتفكر في صحتك اكتر، لان على المدى الطويل مش هيعود عليك غير بالفايدة انك تستهلك كل قوتك وكل طاقتك في مدة زمنية تعتبر قصيرة. توقعات العشرية التانية مواليد 31 يناير ل 9 فبراير. عندك حمل النهاردة يعتبر ثقيل جدا، انت بتتحمل الحمل ده من المشكلات، فهتبتدي انك تخفف الاثقال اكتر عن كحلك، ولا ممكن تبقى بتستمر المصاعب فانها تزداد اكتر. ممكن توصل حتى بيك لاستراتيجية كبيرة في انك تتعامل مع تحديات كتيرة تعتبر مهنية وخاصة جدا من غير ما تضيع كتير من الوقت ولا الطاقة في نفس اليوم. لكن ما تضيعش كتير من وقتك في انك تفكر، كل يوم بيمر هو يوم يعتبر مفقود من العمر. الوقت هيبقى مناسب جدا عشان تواجه كل امورك بشكل مباشر اكتر من غير تأجيل. توقعات العشرية الثالثة مواليد 10 فبراير ل 18 فبراير. عندك تحديات كتيرة بتظهر في يومك ده، عن قريب هتواجهك تحديات وعراقيل اكتر. بيتواجد اشخاص بيشتغلوا ضدك بشكل كبير وبسببوا ليك مضايقات كتيرة بتواجدهم في المكان ده، وده كله سعيا علشان يعملوا اخلال بتوازنك، وبالتالي لازم انك تاخد بعين الاعتبار اقل تأثير سلبي ممكن يكون عندك لكل العوائق العابرة دي، خاصة على مسار حياتك، في حالة ما انت قررت انك تتجاهلها ببساطة.